السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم إيهاب السرفندي من قناة إيهاب تي في. كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله تكونوا مبسوطين. اليوم جيناكم فيديو مهم جدا. إيش هو هذا الفيديو؟ كتير في أسئلة بيسألوني، بيقولوا لي هل نوت 8 أفضل من نوت 9 ولا نوت 9 أفضل من نوت 8، بخصوص مثلا الألعاب، بخصوص الاستخدامات. طبعا احتاروا كتير انه يشتري نوت 8 ولا نوت 9، وانا ان شاء الله في الفيديو هذا هقول لك شو تشتري بالضبط، نوت 8 ولا نوت 9. مش هسيبك انه انت عايم ومش عارف حالك وين رايح، فخليكم معنا عشان نشوف كيف قوة المعالجين في الان في العرض اللي بدي اعمله، وبعد هيك نقرر شو احنا بدنا نشتري. يلا خلينا بعد الانترو نشوف هذا العرض. تكنولوجيا الموبايل عالم واسع، وهذا العالم بحاجة إلى مواكبة. إيهاب تي في تقربك أكثر، فكن على قرب منا.
وهيك عرفنا كيف معالج النوت 8 وكيف معالج النوت 9. فأنا اليوم بدي أستخدم للألعاب والحاجات الأحسن اللي هو نوت 9 على مقياس أنتوتو زي ما أنتم شايفين اللي هو 178,805 اللي هو نوت 8 أخذ و 181,288 أخذ نوت 9 سكور. فبالتالي القرار والكف الأرجح كانت لموبايل نوت 9. وبهيك الفيديو خلص، وأي سؤال أنا جاهز أرد عليه، وأي تعليق بدكم يكتبوه وأنا هرد عليكم. وللقاء في فيديوهات أخرى، وما تنسوش تدعمونا بالإعجاب للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.